آية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. الله أكبر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اي والله وبئس المصير. يا اخوان اهل جهنم لا ينامون ولا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الله اكبر. لباسهم من نار، فراشهم من نار، لحافهم من نار، شرابهم من نار، أكلهم من نار، وتغشى وجوههم النار كما قال. يوم تقلب وجوههم في النار. الله أكبر. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الله أكبر. هنا ينفصل أهل النفاق ويبقى أهل الإيمان، معهم أهل المعاصي والذنوب. المهم هم الموحدون، يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. يريدون الذهاب إلى الجنة، ولكن لا يصل إلى الجنة إلا بعد أن يمروا من على الصراط. الله أكبر. إلا من أن يمروا على الصراط يا أخوان. الله يجعل جسر فوق جهنم والخلائق يستعدون. أول ما يمرون عليه الرسل والأنبياء، يمرون كلمح البصر، ثم من الناس كالبرق، ومنهم كالخيل، ومنهم كالرقد يركض، ومنهم يمشي. تخيل لو جاء دورك ماذا تفعل؟ وعلى الصراط كلابيب. الله أكبر. وعلى الصراط كلابيب. الكل مطلوب منهم أن يمروا من على الصراط، والنار مشتعلة. إن كنك شاطر تقدم. الكلابيب عم تبرم برم يا عباد الله فوق الصراط. إذا كنت موحد أبشر بالخير، وإذا كان صلاتك ناقصة تدخل الكلوب في بطنك وترميك في جهنم، ترميك في جهنم.
إذا الصيام ناقص تدخل الكلوبة في بطنك وترميك في جهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقف بنهاية الصراط يا أخوان، والناس يمرون، منهم من يسقط في النار ومنهم من ينجو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، أمتي أمتي يا رب، أمتي يا رب. يا جماعة، والله الرسول يستحق أن نطيعه ونحبه. صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. تخيلوا أنت تمشي على الصراط، إذا سقط